متابعينا ومشاهدينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أول حلقة من برنامجكم الخاص بالتوعية الصحية وقاية وعلاج. ولأن الظرفية تحتم، الحلقة هي من بيوتنا، لأنه إحنا كباقي المواطنين كباقي المغاربة ملتزمين بالحجر الصحي. أما الموضوع فهو عن فيروس استطاع أن يوحد العالم في قرارات، في الإجراءات، وربما أيضا في الانتظار لأشنو مخبية أو لأشنو غدا تجيب معها الأيام القادمة. موضوعنا تحديدا غادي يكون عن فيروس كورونا، بين معلومات علمية صحيحة وأخرى خاطئة، أو ما يصطلح عليه بالفيك نيوز. أما ضيوفي فغدا نبدأ فقط على حسب المسافة والبعد، من أبعد نقطة إلى أقرب نقطة. ضيفي هو أحمد الخطيب، طبيب عام، هو طبيب عراقي مقيم في كندا. مساء الخير دكتور الخطيب، أهلا وسهلا بك معنا. مساء النور واهلا وسهلا بيك، واحنا نشكر جهودك العظيمه انه جمعتي اطباء من مختلف بقاع العالم لمناقشه هذا الموضوع المهم اللي احنا في الوطن العربي باشد حاجه الى المعلومات الطبيه الصحيحه، وخاصه تكون دقيقه من اطباء من مصادر علميه. يعني هذا شيء مهم جدا، واحب اقول رمضان كريم على عليك شخصيا وعلى الاطباء الحاضرين ويانا وعلى كل المستمعين والمشاهدين من مختلف بقاع الوطن العربي وخارج الوطن العربي. شكرا جزيلا لك، وأنا بدوري كنحييكم على التزامكم بالموعد رغم فرق التوقيت. أيضا هو اسم صراحة كمغاربة يعني نموذج جميل جدا للشباب المغاربة، الدكتور إبراهيم المرابط، أخصائي في الجراحة العامة وجراحة العظام وطب الطوارئ بألمانيا. مساء الخير دكتور مرابط، أهلا وسهلا بك معنا. مساء الخير أستاذ عفاف، شكرا بزاف على الاستضافة هذه، وتمنى إن شاء الله تكون حلقة متميزة إن شاء الله، نحاول ما أمكن نقدم معلومات من مصادر يعني صحيحة للمتابعين الكرام إن شاء الله. وشكرا مرة أخرى على الاستضافة، ورمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله، وعواشركم مبروكة. وأيضا اسم هو معروف عند الكثير من المغاربة، يسعدنا بزاف على أنه يكون معنا في أول حلقة من برنامج وقاية وعلاج الأستاذ محمد أحليمي، متخصص في التغذية الصحية والحمية العلاجية. أستاذ أحليمي أهلا وسهلا بك معنا. شكرا أستاذ عفاف، تحية ليك وتحية لفريق العمل وتحية المشاهدين والمستمعين الكرام، وتحية للإخوان والضيوف ديالنا إن شاء الله اليوم، وتحية لكل يعني مسلمي العالم، فرمضان كريم وعواشركم مبروكة. ونتمنى إن شاء الله أننا نكون اليوم في هذه الجلسة العلمية أننا نقدم المنتظر إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا مرة أخرى. أول شيء ربما باش نوضعوا المتتبعين والمشاهدين معنا في الصورة نوعا ما، ربما غنبدأ مع الدكتور أحمد الخطيب من كندا، يعني على الأقل ولو في سطور، يعني تقييمك للوضع حاليا في كندا فيما يخص الحجر الصحي، فيما يخص القرارات نوعا ما، الإجراءات، يعني شنو تقييمك للوضع حاليا في كندا؟ الحمد لله الأمور بدأت تتوضح والأحوال تتحسن حاليا في كندا. فالآن في كندا بدأوا بما نسميه بالفيز 1، المرحلة الأولى للتخلص من الحجر الصحي، أو في كندا ما يسمى حجر لأنه ما صار حجر، ما صار عندنا كوارنتين، صار عندنا social distancing. social distancing يعني التباعد الاجتماعي. فبدأوا الآن في المرحلة الأولى من التخلص من التباعد الاجتماعي، فهذا شيء جيد جدا، معناته في الصحة أو منظمات الصحة الكندية رأوا أنه الأعداد بدأت تقل، وفي مصطلح إحنا يعني في الإحصائيات الطبية نسميه doubling time، يعني الوقت الذي يصير فيه doubling يعني مضاعفة لأعداد والأرقام الإصابات، بدأ يطول، كل ما يطول كل ما معناه إنه الفيروس بدأ يعني خطورته تقل. فحاليا في كندا نظرا للكيرف اللي هو يعني الإحصائيات الكندية بدأت تشوف إنه الوضع مسيطر عليه، ولازم العودة إلى ممارسة الحياة ولكن بمراحل، وهذه المراحل لازم أن يضمنوا فيها إنه ما يصير other wave يعني موجة أخرى أو spike ثاني. فهذا مبادئين بي بدأوا بفتح الأماكن العامة فقط اللي خارجية يعني برا، يعني ما فتحوا أي مكان، ما فتحوا المطاعم، ما فتحوا الشغلات غير الأساسية اللي
فيه تجمعات، ولكن الباركس أو نسميها الحدائق العامة الآن يسمحون للناس بالتمشي فيها. بعض الأماكن فتحوها، وطبعا في كندا ما سدوا الاحتياجات الأساسية، وفي أغلبية الدول لم يسد، يعني ما صار أي عزل للاحتياجات الأساسية. فالحمد لله هذا شيء يبشر بخير، وإن شاء الله يعني من جيد إلى أحسن نعم، إن هذا شاء ما الله. نتمناه جميعا. دكتور إبراهيم المرابط، كيف الوضع في ألمانيا؟ بالنسبة لألمانيا، نقدر نقول من هذا المنبر بأن ألمانيا حاليا نقدر أنها تغلبت على الوباء بنسبة 95%. علاش؟ لأن ألمانيا من الدول اللي عندها استطاعت أن تكون واحد النظام حماية فريد من نوعه منذ البداية، منذ تفشي الوباء. يعني من بداية شهر مارس حاولت السلطات الألمانية انهم يعزلوا الناس اللي عندهم عوامل الخطوره، الناس اللي كيشكلوا اللي هما المانيا عندها تقريبا 1942 اوبيتال وعندها تقريبا نص مليون ميديسان، يعني واحد لو نومبر اللي هو انهم واحد المنظومه صحيه هائله جدا ومن احسن المنظومه الصحيه في العالم. حاولوا كما قلت لكم يعزلوا الناس اللي عندهم عوامل خطوره، الناس الشيوخ في دور العجزه عزلوهم كليا على الاشخاص، ما كاينش الزيارات. دي بيرسونيل اللي كيدخلوا عندهم، يعني الناس اللي كيعتنوا بهم داروا لهم لي تيست في الاول باش يعرفوا بلي هاد الناس هادو ما حاميش الوباء، باش ما ندخلوش معاهم الوباء لدور الرعايه. وحتى حنا الاطباء منذ البدايه يعني تكشف علينا واش عندنا حامين للفيروس ولا لا. وحاولوا ما امكن طبيعه الحال غلقوا المنافذ البريه والجويه وكذلك البحريه كما دار المغرب، اللي هي خطوه جد جد ايجابيه. وحاليا المانيا عندهم 165 ألف حالة إصابة، ولكن يعني اللي كاين انتباه هو أن 123 ألف من هادو كلهم براو، يعني واحد نسبة شفاء هائلة جدا نعم المقارنة بباقي الدول. ونسبة الوفيات اللي هي قليلة بزاف، ما كتعداش 6600 حالة وفاة، وأغلب الناس اللي ماتوا هما ناس اللي العمر ديالهم كيفوت 70 سنة وعندهم عوامل الخطورة. إذا ألمانيا اليوم يعني يعني صافي دابا دو جوغ أنجلا ميركل مع وزير الصحة الألماني قرروا أنهم يفتحوا جميع المتاجر التجارية الصغيرة والكبيرة، وحلوا المدارس وكذلك المتاحف والمدارس والمطاعم أبغتيا من لو 6 ماي إن شاء الله. دونك ألمانيا يعني نقدروا نقولوا أنها استطاعت بتضافر الجهود ديال الناس ديالها والكفاءة ديالها أن تمنع أن واحد الكارثة بحال اللي وقعت في لافرونس ولا في إيطاليا ولا في إسبان، وهما اللي جربوا أول لقاح على في ألمانيا جربوه، والنتائج ديالو إن شاء الله غتبان من هنا لخرشة 5. جربوه على 700 ديال الناس، كان واحد كاين في دو جروب، كان واحد مجموعة اللي فيها 200 شخص ومجموعة اللي فيها 500 شخص. نقدروا نهضروا على هذا الشيء في الديتاي إن شاء الله في أكيد إن شاء الله إن شاء الله خلال الحلقة. شكرا لك أستاذ أحلمي. بالنسبة نعم للمغرب، نعم شكرا للدكاترة الكرام. وفعلا يعني أسجل واحد النقطة، أننا في المغرب رغم كل الأحوال فلم نسجل الحالات بتلك الحالات التي سجلت في باقي الدول. وأتمنى كما أقول دائما، أتمنى أن تكون بعد إن شاء الله دراسة فيما يخص هذا الموضوع هذا. ثانيا يعني نسجل استقرار، يعني الحمد لله استقرار في كل المؤشرات، وبالخصوص اليوم بالخصوص نعيش فرحة كبيرة بتسجيل أكبر رقم وأكبر عدد لنسبة الشفاء، وهذا جميل جدا. فأنا لما أتكلم بعيون أنني أشتغل في مستشفى، الحمد لله يعني نرى أن الحالات مستقرة، وأكثر من هذا أن كاين حالات لتصل، يعني مثلا أتحدث عن امرأة للعمر ديالها 86 سنة، 86 سنة والحالة مستقرة. أما الحالات الأخرى فهي حالات جيدة جدا، والفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى، زائد الفضل يرجع للطاقم والناس اللي داروا واحد الجهود كبيره جدا من الجانب الطبي، من الجانب السلطات، من جانب كل من ساهم في هذا الموضوع هذا. والحمد لله انا اقول يعني باختصار شديد انني دائما، وكما قلت دائما، فانا متفائل. فالحاله مستقره في المغرب على حسب ذكر يعني اهل المجال واهل الاختصاص في هذا المجال هذا، فعلى لسانهم أن الحالة الحمد لله مستقرة وتكاد تكون متحكم فيها. إلا أن احنا الحمد لله أستاذ عفاف، باش يعرفوا الأساتذة والدكاترة الكرام،
فاحنا كنا غاديين بواحد الوتيره رائعه جدا، الا انه في الاونه الاخيره ظهور بعض البؤر في بعض المناطق الصناعيه هي اللي اعادت المغرب لواحد المرحله اخرى. ما احنا الان في هذه المرحله، نحن الان في مرحله ان شاء الله العوده الى بغينا نقولوا ذاك الريتم اللي كنا غاديين به ان شاء الله باذن الله، والحاله مستقره. وخير دليل هو ان نسبه الوفيات قلت، ونسبه يعني نسب الناس اللي راهم تشافوا جيده جدا، واتمنى ان شاء الله الخير للجميع ان شاء الله. نعم، في هذا الوضع ربما ضيوفي الكرام بان ما يصطلح عليه ربما بحال الكثير من الاشياء لما كتبان، ماشي فقط غير في المجال ديال الصحه، ربما حتى في مجالات اخرى، بعض المنابر او لبعض المواقع او لبعض الجرائد او للمجلات كتطلق ما يصطلح عليه بالفيك نيوز او لاخبار اللي هي لا اساس لها من الصحه، ربما حتى ما عندهاش، ما كتستندش على اشياء اللي هي علميه. غادي نبداو باول الاشياء اللي ربما انا كنت لقيت فيها تساؤلات كثيرة ديال الناس وديال المواطنين وديال المتتبعين، مثلا فيما يخص المسألة ديال تناول بعض الأعشاب، وربما أستاذ أحليمي وأيضا الدكاترة الدكتور الخطيب والدكتور المرابط غادي يكونوا سمعوا أو لربما شاهدوا يعني على حالات اللي كانت حالة ديال تسممات، الناس اللي تصابوا بتقرحات مثلا على مستوى الجهاز الهضمي نظرا لأنهم قرأوا أو لسمعوا على بعض الأعشاب لأنها كتحارب فيروس كورونا أو لأنها كتلعب دور ديال تقوية جهاز المناعة، فتناولوا هذه الأعشاب وللأسف كانت النتيجة يعني وخيمة جدا. لحد الآن يعني وعلميا، هل هناك فعلا بعض الأعشاب أو لبعض المواد أو لعلى الأقل الأشياء اللي الآن تجرى عليها يعني بعض الدراسات اللي كتأكد على أنه ربما عندها مفعول فيما يخص هذه المسألة، لا العلاج ولا تقوية جهاز المناعة؟ غنبدأ معك ربما دكتور أحمد الخطيب. كندا مثلا معروفة على أنه كتكون دراسات كثيرة وحتى البحث في مجال النباتات وفي مجال الأعشاب يعني عندها بمساحة اللي هي أكبر، علميا يعني شنو اللي هو رائج لحد الان؟ يعني السؤال اقدر اجزئه لاكثر من سؤال. هل هناك اعشاب تقوي المناعه؟ اذا الجواب نعم او لا، ساجاوب انه نعم، اكو اعشاب تقوي المناعه. ولكن الشطر الثاني من السؤال، هل يوجد بحث حاليا يدل على انه في عشبه أنا أسميها مرات أو يعني من أشرحها للأقارب والأصدقاء، هل هناك عشبة سحرية كالقرنفل أو الحبة السوداء أو غيرها من الأعشاب اللي في دليل مؤكد طبي علمي على دراسة أو يدل على أنه يمنعك من الإصابة بمرض الكورونا؟ الإجابة كلا، لا يوجد أي يعني دليل على أنه عشبة معينة تمنعك من أو تقيك من الإصابة. زين، الشطر الثالث، هل هناك عشبة معينة تساعد أو هي علاج بدل عن العلاج المستخدم طبياً حالياً؟ في نقطة أساسية أنا أحب أوضحها في يعني بهذا الحوار، إحنا كأطباء نعتمد على مصادر معينة، في مصادر العلم كثيرة حالياً والإنترنت في مصادر كبيرة، لكن أنا مثلاً شخصياً أعتمد على WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية، CDC اللي هي Center of Disease Control بالعربي يعني مركز مكافحة الأمراض، اللي هي منظمة أمريكية فيها كل البحوث وفي يعني اللي تدرس هاي المواضيع، وفي بعض الحالات النايوش اللي هي National Institute of Occupational Safety and Health اللي هو معهد الوطني للصحة والسلامة المهنية. هذول كلها الـ international guidelines اللي نعتمد عليها، الجايدلاينز يعني طريقة حصولنا على المعلومات إحنا كأطباء من وين نأخذ. بمراجعة هذول الجايدلاينز أو مراكز المعلومات الصحيحة، ما لقيت إنه في عشبة معينة تأخذها وهي عشبة تؤدي لك إلى العلاج وتقيك من المرض 100%. ولكن هل هناك أعشاب تفيد الصحة؟ وهل هناك ممارسات تقوي المناعة؟ نعم 100%، وأنا متأكد الدكتور محمد وخبير التغذية يقدر يعطينا معلومات جيدة على كيف الحفاظ على الصحة والابتعاد عن أي شيء له علاقة في تقليل المناعة عن طريق الأكل وعن طريق ممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين. هاي الشغلات الأساسية المثبتة طبياً أنه تقوي مناعتك، بالتالي تأثير الفيروس على رئتك وصحة الرئة بيكون أقل من تأثيره على الإنسان
اللي مصاب بعدة أمراض، اللي مصاب بالسمنة، اللي مصاب بمرض السكري، والأعمار الكبيرة، أمراض القلب طبعا. فهذا الشيء الموجود حاليا علميا. نعم دكتور إبراهيم المرابط، يعني العيون دائما فيما يخص مجال الصحة، العيون على ألمانيا وعلى مختبرات ألمانيا وعلى أطباء ألمانيا أيضا لحد الآن. يعني المختبرات ربما أو لا، شنو آخر النتائج اللي ربما جات بها على مستوى العقاقير، أو لربما واش كاين فعلا أبحاث فيما يخص بعض الأعشاب أو لا؟ حسب ما يروج للأسف كيف ما كنقولوا على ما يصطلح عليه الفيك نيوز، أحيانا كتخرج أخبار على أنه ألمانيا حاليا كتعمل دراسة أو لا بحث على عشبة معينة خدوها من دولة معينة أو لا توصلوا بها من دولة معينة، وألمانيا غتحسم واش فعلا عندها نتيجة ولا ما عندهاش نتيجة. واش فعلا هذا الأمر يقع في الكواليس أو لا فقط هي أخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة؟ نقدر ناكد لكم بان الاخبار هي لا يعني زائفه لا اساس لها من الصحه. فعلا كاين جوج مختبرات المانيا كيخدموا حاليا على واحد اللقاح اللي هو انت بارونتيز كيقولوا عليه فعال، وانا جربوه ثبتت النتائج ديالو 100% في الفئران، وجربوه كما قلت لكم على ناس، وغادي تبان النتائج ان شاء الله دي السي من هنا نهايه هذا الشهر هذا. هنا في المانيا احنا كاطباء كنتلقاو التعليمات من المعهد ديال روبرت كوخ انستيتوت، معهد روبرت كوخ في برلين، اللي هو واحد المعهد الالماني ديال الامراض ديال الامراض المعديه والاوبئه. دونك ما كاينش شي يعني دي بروتوكول اللي هما اللي على لا باز ديال الاعشاب، ما كاينش شي حاجه من هذا القبيل. هذا شخصيا انا ما عمري سمعت به هنايا. فعلا هناك هناك ابحاث، هناك دراسات في المختبرات، لان الناس كيخدموا ليل نهار، لان هذا الوباء هذا اللي صاب بعجاله، اللي صاب العالم، اللي هو نورمالمون ماشي جديد، لان الفيروسات التاجيه يعني لمحه بسيطه اكتشفت هي في 1960، وفين ترصدت اول حاله اصابه البشر في 2002. يعني كنهضروا من 1960 حتى 2002، ما كانش هناك يعني اصابات ولا حالات ديال الاصابه بالفيروس التاجيه عند الانسان الا في حدود 2000 اخر اواخر 2002، اكتشفت في الصين، البؤره كانت في الصين، او اكتشفها العالم، كان عالم ايطالي سميتو كارلو اورباني، ومات هو بسبب هذا الفيروس هذا في 29 مارس 2003. وتصابوا بزاف ديال الناس، خصوصا في هونغ كونغ والصين والفيتنام وسنغافوره والدول المجاوره. ومن ذاك الوقت حذرات منظمه الصحه العالميه بان البشريه في الاعوام المقبله غادي تعيش واحد الفيروس جديد. وفعلا تاكدت الكلام ديالها في 2012 ملي جاتنا في 2002، سميتو يعني متلازمه التنفس الحاد الوخيمه، سماوها هذيك الساعه السارس كوفيد واحد. وفي 2012 جات متلازمه التنفس الحاد ديال الشرق الاوسط اللي بانت في السعوديه والاردن ومصر ولبنان وبعض الدول الاوروبيه، اللي هنا تصابوا بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس، وبقات تمدات ما بين 2012 ل 2015. وهنايا فعلا منظمه الصحه العالميه رفعت من التحذير ديالها للاطباء والعلماء وحتى الدول بان يحملوا هذا محمل جد، باللي راه كاين واحد الفيروس خطير اللي يقدر يهدد البشريه مستقبلا. علاش؟ لان مكتشفوا بلي ان هذا الفيروس هذا عنده القدره على انه يغير الجينات ديالو، ملي كيدخل الخلايا، سواء الخلايا الحيوانيه، سواء ديال الحيوان كما بايكون، ولا ديال الانسان. اذا شافوا بانه كاين هذا الفيروس هذا عنده القدره، ملي كيكون عنده لو كونتاكت، لانه هو باش يدخل الخليه ديال الجسم، الخلايا ديال الجسم عندها واحد المستقبلات، هذه المستقبلات هما اللي كيخولوا الفيروس انه يدخل للخليه ديال الجسم. ملي كيدخل للخليه ديال الجسم، المشكل ديال هذا الفيروس هذا اكتشفوا بانه عنده واحد وظائف عديده، وظائف جينيه، انه عنده القدره على انه يتحول، سو كنا كنسميوه حتى باللغه العربيه بالاصطفاف الطبيعي. الاصطفاف الطبيعي هي ديك القدره انه اللي حتى نظريه داروين مبنيه عليها، ان كاين انواع اصناف من المخلوقات عندها القدره على التاقلم وتبين وتغير من النمط الجيني ديالها على حسب الظروف اللي كتعيش فيها. اللي كيخول الفيروس انه يقدر يكون مستقبلي، شكل واحد التهديد خطير على البشريه كما شكلوا الطاعون والكوليرا في القرون الوسطى. اذا حنا امام واحد التحدي اللي هو ماشي بسيط، انه باش واحد الوباء يخلي الدول العالم انها يعني تشل الحركه الاقتصاديه، الدول كتخسر ملايين الدولارات يوميا، الناس كيفقدوا الوظائف ديالهم، كان غادي يبانوا هشاشات اجتماعيه مستقبلا، النظر غيكون عواقب وخيمه لهذا الفيروس هذا. وهذا الكونتاكت ديال الفيروس مع الانسان هو المصدر ديالو فعلا علميا، ثبت انه الكوفيد ولا السارس ولا سميتو ولا الفيروسات التاجيه ولا الاكليليه، انها هي فعلا كتعيش
في الجهاز التناسلي ديال الخفافيش، خصوصا الجهاز البولي، كيفاش ننتقل من الخفافيش للانسان اللي كيبقى مازال علامه استفهام، كاين بزاف ديال الفرضيات، ولكن كيفاش ننتقل من الخفافيش للحيوان، هو كاين فرضيات انه يقدر يكون كونتاكت ما بين انه يمكن الخفافيش مشاو يبي كونتاكت مع الماكله ديال الحيوان اكسترا. هذا الشيء بنبني على واحد النظريه اللي بانت في 1994. كانت واحد المنطقه في استراليا اسمها واحد المنطقه هندرا، بان فيها واحد الفيروس جديد ما كانش معروف عند منظمه الصحه العالميه. هذا الفيروس هذا انه كان واحد الاصطبل فيه 30 ديال الخيول، وماتوا هاد الخيول واحد الفتره ديال مات، ومات حتى المدرب ديالهم. دونك ملي جاو يعني البياطره، يعني البيطري اطباء البيطريين والميديسان باش يديروا التشريح الطبي، اكتشفوا بانه كان واحد الالتهاب حاد ديال الرئه هو اللي سبب موت ديال الخيول، وكان كذلك التهاب حاد وداء السحايا عند هذا المدرب الخيول اللي مات. ملي داروا التحاليل شافوا اكتشف واحد الفيروس جديد ما كانش معروف، سموه نسبه ذاك المنطقه. وملي داروا ابحاث منين جا هذا المصدر هذا الفيروس هذا، لقاو بانه فعلا جا من الخفافيش. دونك هنايا قالوا بانه الفيروس ديال الخفافيش كيحتاج واحد الخليه، واحد الجسم كيكون حامل انه يحمل هذا الفيروس هذا، كيطور من البروتينات السكريه اللي كيكونوا فيه، كيطور من الليغان ديالو باش يقدر انه يتمكن يصيب الخليه الانسانيه. نعم، أو يعني ذكرنا جهاز المناعة وأهمية جهاز المناعة أستاذ أحلي، وربما هنا غادي يجرنا سؤال لما يروج أيضا من معلومات وأخبار عن علاقة فصيلة الدم، علاقة فصيلة الدم بالتعرض للإصابة بفيروس كورونا. إلى أي حد أيضا هذه المعلومات علميا صحيحة؟ نعم جميل، فعلا أستاذ عفاف أنا بدوري يعني أؤكد هذه المسألة اللي أؤكدها، هو أن فعلا كاين أخبار اللي تروج، أخبار كثيرة تروج فيما يخص موضوع ديال الكورونا، ماشي غير في هذا الجانب، هذا في جوانب أخرى لأهداف متعددة. كل يعني هناك من له أهداف المشاهدات، هناك من له أهداف بين قوسين إعلامية من أجل الشهرة، من أجل بزاف ديال الأمور، ولكن كنقول لهاد الناس هادوما المرض والصحة تستدعي منا التضحية، وليس يعني من يعني من كما كنقولوا حنا بالمغربية من الرجولة أننا يعني نطلعوا على واحد المعلومة من أجل أننا نديروا ما يعرف أو ما يسمى بالبوز بهذا المصطلح ديالنا هنا. فقط أفتح قوس فيما يخص المشكلة ديال الأعشاب أستاذ عفاف والضيوف الكرام. أولا سوف أتحدث عن الأعشاب في العالم، ومنها سوف أتحدث عن الأعشاب في المغرب. أولا لنعرف أن مثلا إذا أخذنا عشبة ما مهما كانت، إن شاء الله في المستقبل نتحدث عن الموضوع الأعشاب بالتدقيق، من فقط من أجل لكي تكون الأمور علمية وعملية. لما نتحدث مثلا عن عشبة ما، مثلا إذا أخذنا مثلا نبات الشيبة لابسانت، هذه الشيبة هذه يعني إذا أخذنا مثلا عشبة في ألمانيا هي نفسها عشبة في المغرب، نفس العشبة، نفس الاسم العلمي، نفس الشكل، نفس النبتة، فهي ليست بالمكونات ذاتها. يعني نعرف جيدا ان العشبه تسمى او لبحنا حنا جيوسونسيبل. شنو هي جيوسونسيبل؟ هي حساسه للجغرافيا، حساسه للمكونات التربه، هكاك باقي الاغذيه. فالغذاء مثلا الطماطم في المغرب ليست بالطماطم في اوروبا، ليست بالطماطم في اسيا، ليست بالطماطم في جنوب افريقيا. وبالتالي لما نقول هل الاعشاب، وهل هذه العشبه هي مفيده او لا، الاعشاب كما قالوا الاساتذه الكرام والدكاتره، الاعشاب مفيده للمناعه؟ الجواب نعم. هل الأعشاب ترفع المناعة؟ الجواب نعم، ولكن في حدود، في حدود لا بوزولوجي اللي كنسميوها حنايا، لا دوز، الكمية، المقدار. تمام، لما نتحدث عن المقدار نعم يمكن أن نتحدث عن الجواب الصحيح هو تقوية وتعزيز المناعة. نعم، المسألة ديال الأعشاب وعلاقتها بالفيروسات، هنا يجب أن نعرف طريقة اشتغال الفيروس. الفيروس بصفة عامة هو عبارة عن معلومة، يعني نكاد نقول أن الفيروس هو بين الحياة والموت، يعني لا هو بكائن حي ولا هو بكائن ميت، فهو معلومة آيرين أو لا الدئن. فهذا الآيرين لما يدخل للجسم يجب أن يكون في تماس، كما قال الأستاذ الكريم، في تماس مع الخلية. فهذه الخلية تدخل في نقاش مع الفيروس، فإما أن تسمح له أن يعني يدخل للآلة ديالها، لماشينغي أو للآلة التي تقوم بنسخ هذا المادة الوراثية أو المادة النووية،
واما ان ترفض. لما ترفض كنسميو حنا في العلم بي بورتور سان. شنو هو بورتور سان؟ هو واحد حامل للفيروس لكن دون ظهور اي اعراض. ففي هذا الحوار هذا لما تكون الخليه يعني ذات مناعه قويه فهي لا تسمح بدخول هذا الفيروس على الاقل بعدم اقتحام الاله الوراثيه واله النسخ. فهنا كنشوفوا بان المناعه هي شيء حاسم في مساله الفيروسات. ولكن ان نقول مثلا ان التومه يعني ستجنبنا الفيروس او البصل سيجنبنا الفيروس او لا، حتى اننا احنا في علم التغذيه اصبحنا يعني، واستسمح مننا الاساتذه ومن المشاهدين، اصبح كلمه يعني استهزاء انك نقول هل التومه والبصل هل هي اللي غادي تبعد علينا هذا الفيروس. يعني هنا تم يعني اقصاء الجانب التغذيه، مع العلم ان منظمات عالميه في الجانب الصحي ونعرف تماما، والإخوان الأطباء سيكونوا متفقين معي، أن التغذية تساهم في الوقاية من المرض، التغذية تساهم في أن المريض ما يوصلش للأعراض، والتغذية تساهم كذلك في تخفيض الأعراض الجانبية للدواء المأخوذ الآن في علاج الكورونا. يعني هذه المسألة يجب أخذها بعين الاعتبار. فالركوب على الموجة، الركوب أستاذ عفاف إخواني الكرام، الركوب على واحد الخبر من أجل يعني أنا كنبقى يعني شنو هو الهدف من نشر هذا الخبر؟ ويجب أن نعرف أستاذ عفاف، وفعلا كينا واحد نوع من المسؤولية لبعض المنابر الإعلامية، ولكن يجب أن نعرف أن بعض الإعلاميين يعني ليس لهم تكوين صحي لكي يتأكد من المعلومة، هو السباق نحو نشر المعلومة، وهذا لا يجب أن يكون. فنشر المعلومة يجب أن يبنى، وحتى أن المنابر الإعلامية يجب أن يكون لها مصدر أو لها واحد الغيفيرونس أو لها واحد الشخص ليشتغل في هذا المنبر الإعلامي لكي يؤكد أو ينفي المعلومات المقدمة في هذا الجانب. وأنا أتمنى هذه المسألة أن تؤخذ بعين الاعتبار، والجانب الصحي. والجميل أن في بعض المنابر الإعلامية حاضرين هذا الناس لما يسموا بالمستشارين الصحيين لتكذيب أو تفنيد أو تصحيح هذه المعلومات. نعم، وهذا ما كان حاولوا نعملوه من خلال برنامج وقاية إن شاء الله. أستاذ أحلمي، ربما حتى الإعلامي لما كانش عنده تكوين في المجال الصحي كيف أنه يرفع سماعة التليفون أو ليتواصل مع الطبيب أو لا الأخصائيين اللي مشكورين، يعني يشوفهم معنا دكتور المرابط من ألمانيا، دكتور الخطيب من كندا، يعني كل مرهن الإشارة على أنهم يصحوا ويعطوك معلومة صحيحة باش تقدمها بأمانة وضمير إلى كل متابع وإلى كل المشاهد. دكتور الخطيب، غنرجع لعندك ايضا وغادي نمشيو للنقطه فيما يخص المناعه من فيروس كورونا، وربما سؤال كيطرح نفسه بقوه، يعني المناعه من هذا الفيروس بالضبط واش هي؟ يعني غنقولوا مؤقته او المناعه اللي هي دائمه؟ وايضا لانه هنا غادي نمشيو باش نتكلموا نقطه اخرى وربما غادي نناقشوها مع دكتور المرابط، وهي مساله الناس اللي تشافوا من فيروس كورونا وتبعوا البروتوكول العلاجي، غنتكلموا على جهازهم المناعي ايضا. فتفضل دكتور الخطيب. نعم، اذا السؤال على المناعه من فيروس الكورونا، لحد الان في يعني واحد، حتى احنا كاطباء يجب ان نعترف، يمكن هذا الشيء أنا شاهدته في كندا، كثير من الأخصائيين في الطب وفي مختلف الاختصاصات لما في معلومة غامضة أو ما يعرفوها ولا يعرفون، يقولون ما في عليها دراسات، بيقول لك لا نعرف بكل بساطة، لأنه كلمة لا نعرف ممكن تكون كثير يعني أدق من كل من أنه تعطي معلومة خاطئة. فموضوع المناعة اللي تصير للإنسان بعد مرض الكورونا تعتمد على الأنتيباديز اللي هي المضادات الجسدية، يعني جسمك يفرز مضادات اللي تتوفر بالدم، بالتالي تولد لك مناعة. هل المناعة في الحين في ثلاث أسئلة مجاوبة لحد الآن. السؤال الأول، هل هاي المناعة 100% تقيك من مرض الكورونا؟ يعني أنت إذا صار عندك مناعة بعد الفيروس هل 100% تقيك من مرض الكورونا؟ لا يعرفون إنه تقيك أم لا. الشغلة الثانية، إذا صار في مناعة هل المناعة دائمية أم مؤقتة؟ لحد الآن غير معروف. زين، في مشكلة في دقة المعلومات المتواردة اللي طرحوها الدكاترة أيضا. أغلبية البحوث الموجودة حالياً هي بحوث موردة من الصين، في مشكلة في ترجمة البحوث من الصين، وفي مشكلة من اعتماد الدول
مثل دولة أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا إلى البحوث المصدرة من الصين حالياً، خاصة في الوضع الحالي. فمو دائماً يعتمدوها في تقاريرهم ولا دائماً يدخلوها في الجايد لاينز بتاعهم. ولكن اللي نعرفه حالياً موضوع المناعة، إذا صارت حتكون مؤقتة وليس مناعة دائمية للشخص بعد يعني حصوله على مرض الكورونا. في سؤال سألتي وحبيت أعقب عليه، اللي هو على موضوع فصيلة الدم. فصيلة الدم، وهذا لأنه عندنا في كندا سوى ضجة، ففي وقت حاولت دائما احنا نحاول نجيب البحوث إذا في أماكن صحيحة تورد البحوث الدقيقة. فصراحة ما لقيت، علشان أكون دقيق، ما لقيت أي مصدر أمريكي أو مصدر بريطاني ورد بحث علاقة فصيلة الدم في الإصابة بمرض الكورونا. ولكن حصلت على بحث، المفروض عمل هذا البحث في تشاين، يعني في الصين. ما حصلنا على البحث كامل، فما قدرت أنا أقرأ البحث كيف طرق البحث، ولكن عطوا ملخص للبحث، والبحث كان للدكاترة يعني يعرفون كروس سكشنال ستاديز، بس جمعوا منها معلومات إحصائية. شاهدوا إنه فصيلة الدم أي نسبتها أكثر للتعرض على الكورونا من فصيلة الدم أو. ولكن أصلاً إحنا عندنا في الـ في الـ في الـ يعني في عموم الناس نسبة فصيلة الدم أي أكثر من فصيلة الدم أو، فهذا لا يثبت شيء. وحتى في ملخص البحث قايل لك هاي المعلومة وهاي النتائج اعتمدت على 2000 شخص، فما تعتبر هي بحث ولا تعتبر أي دليل علمي إنه الناس عندهم مناعة، لأنه كل فصائل الدم تعرضوا لكورونا، ما في أحد عنده مناعة أكثر من الثاني. هاي أول شغلة. ولكن هاي ملاحظة إحصائية لاحظوها إنه فصيلة الدم أي كانت أكثر من فصيلة الدم أو. هل نستفاد منها إحنا كأشخاص؟ أنا أقول مثلاً فصيلة الدم أي راح أخاف، لازم أظلني في ال... لا ما تفيدنا عملياً. هل صاحب فصيلة الدم أو لازم يقول لك أنا عندي مناعة أقوى وما راح أصاب؟ لا، وهذا ذاكريه هم في البحث، إنها ملاحظة بسيطة لاحظناها، ملاحظة إحصائية وليس دليل علمي. وأظن بنية الفيك نيوز أو بنية هذا على أساس هاي الملاحظة البسيطة اللي هم لاحظوها. نعم، نرجع للدكتور إبراهيم المرابط ونتكلموا على يعني الحمد لله على مستوى المغرب كيف مشار أستاذ أحنيمي، يعني العدد يوم عن يوم يعني كيسجل أكبر عدد ديال المتعافين. مناعة الإنسان اللي تصاب بفيروس كورونا من بعد، واش كتولي المناعة ديالو أقوى دكتور المرابط؟ واش هو معرض أنه ممكن يتصاب بالفيروس مرة ثانية؟ يعني هذه كلها أسئلة والتساؤلات اللي كيطرحوها الكثير من الناس، فشنو توضيحك بالنسبة لهذه النقطة هذه؟ بطبيعة الحال بالنسبة للناس اللي تصابوا بكورونا فيروس وتشافوا كليا، يعني ان الدري عندهم لو تيست وتلقى عندهم سلبي، في ألمانيا حاليا كاين 14% من هاد الناس هادو اللي عاود تما غي انفيكسيون، يعني عاود بان عندهم المرض يعني مرة ثانية، والإحصائيات 14% حاليا، يعني ان الانسان اللي تشافى يقدر يعاود يديفلوبي مثلا ولا يقدر يتصاب بهذا المرض هذا. ولكن اللي لاحظناه هو انه كيكون اقل حدة، نعم يكون اقل حده من البدايه، وكان الناس هادو بطبيعه الحال الاجسام ديالهم طورات دي زونتيكو مضادات الاجسام ضد هذا المرض هذا، يعني الجسم ديالو كيولي الوضع مشابه للانفلونزا الموسميه. مثلا هذا العام جاتني لا غريب، سافودير ان نبرا من هذا العام الجاي سافودير با ما تقدرش تجي لا غريب، سي كتجيني لا غريب مره اخرى كتبقى عندي يومين 3 ايام الحومه كنولي مزيان. دونك كتولي التفاعل ديال الجسم ديالك كيكون اسرع، لان الجسم ديالنا عنده ذاكره، والخلايا الكريات البيضاء كاين لينفوسيت بي ولينفوسيت تي اللي هما كيكون عندهم واحد الذاكره، وكينتجوا مضادات الاجسام اللي هما الاي جي او الاي جي ال الاي جي جي، كيتعرفوا على هاد مثلا هاد المستقبلات على كل خليه، كيقول هاد الفيروس هذا ولا هاد لاجون باثوجين، يعني هاد الجرثومه هادي ولا شي حاجه كنعرفها، الماده الوراثيه ديالها عندي معروفه، اذا لي زونتيكور ديالهم عندي. دونك كتحاول كتمشي كتهاجم بشراسه، الجسم ديالنا كيهاجم بشراسه لان كيكون ديجا المناعه ديالو كتعرف على هذه الماده الوراثيه، وما كتحتاجش انها تنتج مضادات الاجسام. هو كتكون
هذا هو لو برانسيب ديال اللقاح. سي كوا لو فاكسان؟ لو فاكسان كنجيب واحد ماده سامه، مثلا نجيب مثلا كوفيد اللي كتكون اناكتيف، واحد الماده وراثيه ديال الفيروس كتكون غير كنسميوها حنا اناكتيف، يعني غير فعاله، كندخلها للجسم، الجسم ديالي كيكون ليها مضادات اجسام باش المره الى قدر الله وقع لي كونتاكت او تماس مع هذا الفيروس هذا في الواقع، ان الجسم ديالي كتكون واحد عنده واحد الذاكره، عنده واحد المخزون ديري بحال الجنود، يعني كيمشيو كيهاجموا وكيحاصروا هذا الفيروس هذا وما كيخليوش يمشي، يقيس لي الخلايا السليمه وما يخليش انه يستنسخ الماده الوراثيه ديالو في واحد الخليه سليمه الجسم ديالي، وكينتشر خصوصا دابا الكوفيد 19 ولا 19 باردون، كيمشي يعني الاعضاء الحيويه اللي هي الرئه القلب، وكيمشي حتى يعني الكلى، وهنا كيسبب لك واحد فشل كلي للاعضاء. دونك ملي كتكون عندك واحد ديفايونس مولتي اورغانيك سي تري ديفيسيل باش واحد واخا تانتوبي واخا تعطي دي ميديكامون، غالبا هاد الناس مالوغوزمون اللي كيدخلوا في هاد الحاله اللي كنفقدوهم. نعم، غنبقى معك دكتور المرابط ربما، ويهمني رأيك، يعني أنت طبيب أيضا، يعني مش فقط غير الجراحة العامة وجراحة العظام، وإنما حتى طب الطوارئ في ألمانيا، ربما شنو التفسير اللي هو رائج حاليا فيما يخص ربما الأعداد اللي شفناها في أوروبا؟ أعطيتي المثال يعني بفرنسا، بإيطاليا، بإسبانيا، مقارنة مثلا مع دول عربية يعني أو مع دول مثلا إفريقية، شنو التفسير اللي هو رائج حاليا؟ التفسير الرائج حاليا هو كالتالي، هو انه اكتشفوا صنفوا الفيروس حاليا في 2020 لثلاثه اصناف، كاين الصنف ا، كاين الصنف بي، وكاين الصنف سي. الصنف ا هو الصنف اللي بان في بؤره الوباء اللي هي ووهان الصينيه، والصنف بي هو الصنف اللي بان في امريكا واستراليا، والصنف سي هو اللي بان في الاوروب، يعني في اوروبا. للاسف الشديد ما كاينش دراسات في الدول العربيه يعني في الشرق الاوسط ولا في افريقيا باش يبينوا الماهيه ولا التسلسل الجيني ديال هذا الفيروس هذا، واش غير كما قلت لكم هو انه الفيروس هذا عنده القدره انه يغير من يعني يغير من منطقه لمنطقه حسب الظروف، يغير من التسلسل الوراثي ديالو، من الجينوم ديالو، الجينات، وهذا ما يفسر بانه كان اكثر شراسه في اوروبا وفي امريكا، ولان حتى التقارير الرسميه كتقول ان الصين صراحه ما كانش الشفافيه في التقارير اللي وردتها، انه مثلا عدد المصابين 80,000 وعدد الوفيات ما تجاوز 4,000. تقدر الواحد يشك في يعني الاحصائيات اللي قدمتها السلطات الرسميه في الصين، نظرا لان الصين هي واحد الدوله ما كتخليش العالم الخارجي يعرف شنو كيوقع لداخل. يعني اللي كيفسر يعني الشراسه ديال الفيروس في امريكا واوروبا هو هذا التفسير العلمي، بان الفيروس هذا فعلا غير من الجينوم ديالو، من الماده الوراثيه ديالو، خلى انه يهاجم بهذا الشراسه هذه. وما نساوش بني ان في اوروبا القاره فيها يعني فيها نسبه الشيخوخه بزاف، والناس هنايا لا بلوبار ديالهم راه عندهم، انا في التواصل معهم كل يوم، راه الناس ديالهم راه ملي كتشوفوا لا ليست ديال ميديكامون ديال لي باثولوجي اللي عندهم، الناس غالبا عندهم امراض مزمنه، عندهم امراض مزمنه، المناعه ديالهم طبيعه الحال كتنقص مع الوقت. هذا اللي كيفسر انه هذا الفيروس هذا كيهاجم هذه الشراسه هذه. وما ننساوش باللي راه من الناس راه كيموتوا سنويا بالملايين بالبنيموني، بالالتهاب الحاد ديال الرئه، راه ميم في اوروبا ولا في العالم الا دخلنا نشوفوا الاحصائيات كنشوفوا ان بزاف ديال الناس كيموتوا بطبيعه الحال بلي باكتيري بحال بنموكوك ولا ستافيلوكوك ولا بنموكوك، اللي كيديروا يعني هما ديزاجون اللي كيديروا التهاب ديال الرئه. ولكن اللي بغيت ناكد ليه هو انه حنا فعلا مع واحد الفيروس اللي هو جديد على البشريه، اللي خص فريمون يتعامل معه الانسان بحذر، ولا ما لقيناش يعني واحد اللقاح في اقرب وقت ممكن غتبقى هاد يعني هاد التدابير الالزاميه ديال التباعد الاجتماعي ديال لي ماسك، الناس خصهم يلبسوا لي ماسك، سي اوبليغاتوار، نقولوا علاش من بعد الى حد ما نلقاو واحد الفيروس فعال، الى ما لقيناش واحد الفيروس ضد هذا المرض هذا، غتكون فعلا صعيبه على الناس، على الدول اللي ما عندهاش القدرات اولا الاقتصاد يعني الماديه والصناعيه، لان دابا دخلنا شفنا واحد الانانيه مطلقه من البشر، لانه بعض الدول التجوا انهم يسرقوا اقنعه ديال دول اخرى، طرات في المانيا، طرات في التشيك، طرات في امريكا، درت امريكا، طرات في فرنسا. المانيا حاليا انا طرات لي شخصيا انه المانيا ما كتبقاش الا بغيتي ان برودوي باش تصيفطو شي دول اخرى، ما كيبقاوش كيعطيو لي برودوي ديالهم، كيقول لك هادشي هذا كيتوجه للصنع المحلي لان ولا السوق المحلي، لان حتى هما عندهم لو مونك 90 مليون نسمه ما كتفهم هادشي هذا. مي حاليا واخا دابا المانيا من الاول ما فرضاش الحظر الصحي،
دابا الناس ولاو كيخرجوا، ولكن بطبيعه الحال فرضت التباعد الاجتماعي ديال مينيموم 1.5 متر، الناس كلهم كيلبسوا لي ماسك سي اوبليغاتوار، خصوصا في المحلات الكبرى الى اخره، ما عندهمش الحق جوج الناس يتجمعوا، اكثر من جوج الناس يتجمعوا في بلاصه واحده، سافي دو لو ماكسيموم يكونوا ان جروب في جوج الناس، سينون كيديروا مخالفات يعني 300 600 اورو. دونك هما اجراءات صارمه جدا، والحدود مغلقه مع جميع الدول الاوروبيه حاليا، لانه باقي حنا مع واحد الفيروس اللي الماهيه ديالو باقي ما واضحش بزاف. نعم، غنرجع معك أستاذ محمد أحلمي. بمجرد الإعلان عن انتشار فيروس كورونا، كنا كنشوفوا أيضا بعض الأخبار أو بعض الفيديوهات اللي كيتم انتشارها بإلقاء اللوم على الأغذية اللي كيتناولوها الصينيين، وعلى أن كل شيء يدب على الأرض هما كيقوموا بالاستهلاك دياله، أنه هذا الأمر هو اللي كان له يعني دور كبير في أنه الفيروس يعني ينتشر بهذه الحدة هذه. كأخصائي في التغذية، ما رأيك في هذه المسألة أستاذ أحلمي؟ نعم فعلا أستاذ عفاف، وأشكر الدكتور الخطيب على واحد النقطة أشار لها، هي النقطة أستاذ عفاف إلى لاحظتي دائما كنا في البرامج نرددها، هو أن لما ما كنكونش أنا عارف واحد المعلومة هي ثقافة أنني نقول ما عارفهاش، يعني ما عارفش واحد المعلومة فلا أدري، هي ثقافة يجب أن نتعلمها. والقرآن الكريم قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يجب أن نعتبر وأن نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة، فنحن لا ندري كل شيء ولا يمكن أن ندري كل شيء، وبالتالي ثقافة لا أدري يعني كتكون جميلة جدا، وهذا الإنسان فترفع قيمته أكثر من أنها يعني بزاف الناس عندهم فهم خطأ. النقطة الثانية أستاذ عفاف هي المسألة ديال الإنسان لما يشفى وعودة الفيروس وعودة، أنا كنقول الناس كل شيء يعني أصبح الإنسان يعني بين يدك، يعني المسألة ديال الفيروسات يجب أن نعرف أن الفيروس لما يسكن الجسم صعب جدا صعب جدا خروجه من الجسم. مثلا أعطي مثال، مثلا الهيربس لاغبس لا أو لا بي اللي كنسميوها حبة الصهد أو حبوبة الصهد، تماما اللي كتخرج في الفم، كاين الأو كاين بي اللي كتخرج على مستوى الفم على مستوى بعض المناطق التناسلية، فهذا الفيروس هذه عبارة عن فيروس، ففوقاش كتخرج يعني فوقاش يكون هناك تعبير هذا الفيروس، هو لما يستغل فرصة يعني نزول المناعة بشكل كبير، سفر مثلا أو لا مثلا قلق أو لو لا قدر الله موت أحد الأشخاص أو لا، يعني هذا استغلال، هو يكون في حالة بين قوسين كومون، في حالة نوم، في حالة يعني مراقبة من المناعة إلى صح التعبير، لكن يستغل أبسط فرصة لهبوط المناعة من أجل التعبير ومن أجل الخروج للجسم، ويعني القيام بالعديد من المواد، منها الالتهابات، منها مشاكل كبيرة قد تؤدي إلى مشاكل قد تصل إلى العين، قد تصل أداء أخرى. فمسألة المناعة هي مسألة يعني تتعلق بنا نحن وتتعلق بنمط العيش، وأنا أقول العالم الآن مطالب، فالاقتصاد توقف، البورصات توقفت، البترول أصبح لا يساوي شيئا، فالأول والأولويات من وما هي الصحة، ودائما ننادي أن الصحة أولا، والآن العالم عن الرجوع إلى النمط اللي كان عليه قبل كورونا. المسألة اللي السؤال أستاذ عفاف من أجل الإجابة على السؤال، ففيما يخص الأغذية ويعني وعلاقتها بالمناعة وهذه الأمور هذه، فلا ينكر عالم أن للتغذية علاقة بالمناعة، وخير دليل مثلا الأستاذ المرابط يعني الدكتور المرابط شر واحد المسألة، مسألة اللقاح، يجب أن نعلم أن اللقاح في حد ذاته، ونفترض أن اللقاح وجد، فيجب أن نعلم أن اللقاح لن يشتغل في غياب المناعة القوية، وبالتالي من أجل اشتغال اللقاح فيجب يعني أن نتوفر على مناعة قوية، يعني نستنتج أن قوة المناعة وتقوية المناعة، وأقول من هذا المنبر كاذب من يقول أن هذا الغذاء يرفع المناعة أو هذا الغذاء يخفض المناعة، المناعة هي عبارة عن واحد يعني عوامل مجتمعة، فيها النوم مثلاً، قد يكون نظامك الغذائي أجمل نظام في العالم، قد يكون نمط حياتك أجمل نمط في العالم، يكفي أن هناك سهر، أنك هناك قلة نوم، فهنا تكون المناعة منخفضة، وبالتالي المناعة، النوم الجيد، التغذية الجيدة، العلاقات الاجتماعية، الطاقة الإيجابية، وكفانا من الطاقة السلبية، لأن الإنسان الآن مثلا يعني هكا تخبره بواحد الخبر اللي هو صادم، وهذا الأخبار هذه الأخبار المزيفة هي في حد ذاتها أخبار تخفض المناعة عند الأشخاص المستقبلين لهذه المعلومات. فالتغذية نعم لها دور كبير جدا، وخير دليل
أن الخلية مناعتها تشتغل بالفيتامين د، مناعتها تشتغل بالزنك، مثلا مناعتها تشتغل بالنحاس، مناعتها تشتغل بمضادات الأكسدة، مناعتها تشتغل. ومن يزيد من تخفيض المناعة هو مثلا الجذور الحرة اللي كنسميو حنا لو ستريس أوكسيداتيف. فالمناعة عندها علاقة بحوض المعادن وحوض الفيتامينات المتوفر في الجسم. فإذا سمحت نقطة أخيرة أستاذ عفاف، فكورونا جاءت لكي نجمع فريق متكامل، فريق صحي للتكلم عن النوم للمريض، للتكلم عن الصحة التغذية المريض، للتكلم عن رياضة المريض، للتكلم عن نمط العيش. وهذا الدرس يجب أن نستخلصه، ويجب أن يكون أول درس يجب أن نستفيد منه من بعد مرحلة ما بعد كورونا إن شاء الله. نعم نعم، ربما حتى سلوكات غتتغير يعني عبر العالم أكيد. أستاذ أحليمي بعد كورونا أشياء أخرى. دكتور أحمد الخطيب، فقط مجرد سؤال ربما وفضول يقدر يكون عند المتابع أو المشاهد، في كندا واش عشتوا أزمة كمامات وأزمة معقمات؟ والله كانت في كندا عموما إذا تقارنيها مع أمريكا في البداية أقل، لأن حالة الهلع كانت أقل مقارنة مع أمريكا. ولكن نعم، عشنا أزمة كمامات، عشنا أزمة سوري على التواليت، نعم، أو هذا الورق مع هذا الناس، أو ورقة الملحق. نعم ورق المرحاض، كلها مرت عشناها، ولكن يعني ما أثرت كثير، لأنه كانت الحكومة الكندية ذكية بعلاج هذا الموضوع. أولاً ما سمحوا للناس بأخذ كمية أكثر من المطلوب، وبعدين في موضوع أساسي أنت ذكرتي، موضوع الكمامات، وأنا أحب يعني أعقب على موضوع الكمامات، لأنه في نسميه مسكونسبشن على موضوع الكمامات المتداول في الدول العربية. أنا سمعت بعض الدول يخلون قانون أنه تلبس كمامة، بعض نعم، الدول ما في يخلون المغرب قانون. مثلا، في المغرب مثلا صار، نعم في في النقطة. المغرب، في الإمارات، في المعلومة المهمة اللي لازم الناس يعرفها، أنه وأنا دائما أحاول يعني خاصة لما نخاطب العالم نبتعد عن المصطلحات الطبية عشان يفهم المشاهد، ولكن في بعض الأحيان يعني مهمة. من وين جاي الكورونا فيروس، او كيف تتم العدوى الكورونا فيروس؟ هي نسميها ريسبيراتوري دروبلتس، اللي هي نقاط جايه من الرئه، دروبلتس يعني نقاط سائله من الماء اللي تنتشر، زين، وممكن يكون ايريزول، ايربورن، هذا يعتمد على كميه بقائه في الهواء الى مده معينه. زين، الكمام اهميته خاصه في عندنا انواع من الكمام وحسب دول معينة، يعني أكثر من نوعية. مثلا في السيمبل ماسك، في السيرجيكال ماسك، في الـ N95، وهي نقدر نحكي عليها شنو الـ N وشنو الـ P وشنو الـ F. هذول كلها غير عن الـ N95 لا يقوك أنت كشخص، لا يقوك، ولكن يقون الناس منك. يعني أنا لو لبست الماسك وأنا شاك او غير شاك انه في اعراض، ولبست الماسك، هذا الماسك نسميه فيزيكال بارير، خاصه السمبل ماسك والسيرجيكال ماسك. هم من في جريدنج، يعني مور ذان وان جريد، يعتمد على نسبه الفلتريشن ويعتمد على الكم المايكرون اللي يدخلها. فمثلا السيرجيكال ماسك يدخل 3 مايكرونز، هذا ما كافي انه يقيك عن الـ عن الـ عن الفيروس. زين، ال N95 يقيك من 0.3، فلهذا ممكن يقيك انت كشخص. ولكن شنو فائده الماسك؟ ليش الدول يخلوك تلبسي ماسك في مكان او في مكان اخر؟ لانه في كثير من الناس يصابون بالمرض ولا يوجد لديهم سيمتومز، يعني ما في عندهم اعراض، فبالتالي يوم تلبسين الماسك فيزيكال بارير، يعني يعني مانع جسدي يمنع، فيزيكال يعني مادي، حجاب مادي، فبالتالي لما تعطسين تصير نشر الرذاذ او الريسبيراتوري دروبلتس، فبالتالي يؤدي الى قله انتشار الفيروس. فهي النقطه المهمه. اذا الماسك العادي، السمبل ماسك اللي يلبسوه العالم، هو يقي الناس منك ولا يقيك من المرض، لانه من ما في سيل، يعني اتس نوت سيلد كومبليتلي، ما مسكر 100%،
بعدين في مسكونسبشن هم دائما نسأل فيه، احنا نسمع بماسكات N95 وفي ال R95 وفي ال P95. 95 هي نسبة الفلترة لل 0.3 of the microns. في 95 في 99 همينة، في احنا عندنا في امريكا وكندا، اظن في المانيا تستخدمون ال FFP rather than ال FFP. في المانيا ال FFP اللي هو همينة في اظن 80 و94% هيتي نعم. ولا انت دكتور المرابط كيف هو هذا ماسك اف اف بي 2 واللي اجباري على الاطباء والممرضين في المستشفيات يلبسوه لانه كيحمي في صفه تقريبا كليه، والمده الاستعمال ديالو لا يعني مش اكثر من 8 ساعات، يعني خصو يغيروا الواحد كل 8 ساعات باردون على المقاطعه. وبالنسبه للماسك العادي هو هذا اللي نورمالمون الناس كيستعملوه، خصو يتستعمل لمده ما كتفوتش ما بين ساعتين وربع السوايع، وكما قال الاستاذ ولا الدكتور الخطيب هو ان هذا كيحمي الناس وما كيحمينيش انايا، حيت ملي كندير الماسك كاين الامكاني ان الهواء يدخل لي من الجنب، يعني ماشي انا محمي 100%. ولكن كنقولوا اذا كان كل واحد دار الماسك ديالو، وبطبيعه الحال لان هاد لي ماسك مصنوعين بالقطن، والقطن عنده القابليه انه ما يخرجش الرذاذ اللي كنخرجوه، وكاينين مالوغوزمون انا الصراحه اللي ما قدرتش تفهم ديال اللي بزاف ديال الدول رخصت ليه، هو الكمامات من القماش العادي. الناس كيخيط كمام عادي كيديروا، الى واش كاين دراسات الى اي مدى ان هذا القماش هذا كيحمي الناس ولا كيحمي انايا؟ ما كاينش دراسات فعليه. باغ كونتخ لي ماسك هادو اللي يعني دارت عليهم دراسات وتثبتت بانه فعليا كيحمي ولو نسبيا، سواء اللي سواء مثلا سواء الحامل ولا المحمول اللي داير الماسك ولا الاخر. اذا بالنسبه للكمامات اللي مصايبين بالقماش العادي الى اي درجه هما فعالين في هذه الحاله ما نقدرش نقول لكم بالضبط، حيت ما كاينش دراسات فعليه في هذا المجال هذا. نعم، يعني الكمامة عندها معايير، الكمامة لازمها معايير. معايير 100%، ولكن أنا أقدر أعطي تعليق على الكلام اللي قاله، جميل جدا. ولكن إحنا شوفي هذا الحلو في الموضوع أنه في اختلافات بين بعض الدول. مثلا في كندا ما ينصحون إحنا كأشخاص أنه نلبس الماسكات، ولكن يقول لك استخدم أي فيزيكال بارير. ليش؟ مش لأنه الماسك يعني ما يريدوا، أو ولكن يريدون يضمون كمية الماسكات اللي عندهم فقط للميديكال سيكتر، ولو مش للميديكال سيكتر خلينا نقول للدنتال، أو مش للدنتال، للناس اللي عليهم واجب إنه يداوموا أو يشتغلوا فيس تو فيس كونتاكت. فيقول لك أنت لا تكون أناني وتخلي الماسكات وتروح تشتري الماسكات، لا، فإحنا ما راح نخلي لك، راح ننصحك مع CDC، راح ننصحك إنهم even use cloth، يعني هي كلها يعتبروها فيزيكال بارير عشان يقلل الرذاذ اللي طالع، لأنهم مثل ما قلنا أنه ما في وقائع 100%، وأنت لابس نورمال ماسك أو نورمال سيرجيكال لو جريد ماسك ما في وقائع 100%. النقطة الصغيرة اللي حبيت أوضحها على أنه الرقم اللي قبل الـ 95 اللي هو الـ N والـ R والـ P، هاي الأرقام الأحرف ما مهمة، لأنه هاي لها علاقة في الأويل فلتريشن، يعني فلترة الدهون، هو ما يفلتر الدهون وما يهمنا. والآر أويل ريزيستنس، that's why الآر جاي من أويل ريزيستنس، يعني يقاوم لفلترة الدهون للي يستخدمون الفستسايد أو للي يصبغون وغيره وغيره. والبي هو أويل بروف، يعني 100% ما بيدخل الأويلي بارتيكل. لكن ثلاثتهم من منظمة الصحة يعني للمعهد الوطني للسلامة المهنية، ثلاثتهم يقولون as long as it's above 95 ممكن يقدموا لك الوقاية ضد الكورونا. نرجع لعندك دكتور مرابط هاد مرة، ونمشيو باش نتكلموا على مسألة ربما قلة العدوى في صفوف الأطفال. يعني شنو تفسير هذه المسألة لحد الآن، لأنه نسبة يعني الحالات في عدد أو في صفوف الأطفال ما كانش بالنسبة اللي هي كبيرة، يعني كانت نسبة اللي هي قليلة جدا. شنو التفسير لهذه المسألة هذه؟ هي فعلا ثبت ان عند الاطفال ما تفتش بزاف ديال الحالات، رغم انهم كانوا حالات ديال الاطفال مخالطين للناس اللي عندهم يعني كوفيد 19 بوزيتيف،
وما تثبتش انهم حاملين للفيروس. يعني هادو كاينين دراسات حاليا كيديروا في المانيا في مجموعه من المعاهد، وكيحاولوا ما امكن يدرسوا بطبيعه الحال الخاصيه ديال الخلايا ديال الجسم عند الاطفال والجهاز المناعي ديالهم. بطبيعه الحال حنا كنعرفوا باللي انه شحال ما كان انسان صغير في عمره وشحال ما كان المناعه ديالو قويه وشحال ما تزاد في الفلاش ديالو كان عنده عوامل خطوره ولا امراض يعني مرافقه، كتكون كتقل المناعه ولا كتكون كتقل قدره الجسم على انه يكون واحد المناعه ضد واحد الباتوجين ولا واحد الجسم غريب كيدخل الجسم ديالو. صراحه ما كاينش تفسير علمي دقيق علاش ان الاطفال كيتصابوا بالعدوى قل من الناس الاخرين، لانه اما يعني بزاف ديال الحالات بطبيعه الحال اما الانتشار ديال الوباء في الاول يعني بطبيعه الحال انتشر في دي ميليو في كاين الناس اللي هما كبار في العمر ديالهم ولا الناس اللي بالغين، والاطفال بطبيعه الحال كيكونوا غالبا في المدارس. مي ما كاينش شي دراسه 100% اللي كتقول، ولكن واحد السبب ولا تفسير منطقي علاش الاطفال هما كيتصابوا بقل اكثر من هما. كاينين حالات بطبيعه الحال اصابه الاطفال ولكن جد قليله بالمقارنه مع الاصابه ديال كبار السن، وهذا كيفسر حتى الاطفال الصغار ما كيجيهمش بزاف، حتى الالتهاب الحاد الرئه ما كيجيش عند الاطفال، كيجي غالبا الناس اللي كيكونوا كبار في العمر، وهذا الشيء بطبيعه الحال يقدر يكون عنده علاقه بالافرازات ديال الجسم ديال السيتوكين اكسيتيرا، اللي ما كاينش واحد التفسير علمي دقيق على هذه الظاهره هذه. نعم، يعني استاذ احليمي كان شر المساله انه القلق ولا الخوف ربما، واحيانا كتكون معلومات ولا اخبار اللي هي رائجه مقلقه احيانا لكثير من الناس، ربما اللي كتكون عندهم امراض مزمنه او اللي كيكونوا كيمروا بحاله معينه. استاذ احليمي بحال اللي توقفنا مثلا عند الحاله ديال النساء الحوامل، يعني شفنا قلق كبير جدا في صفوف النساء الحوامل مباشرة من بعد ما تم الإعلان عن انتشار الفيروس، في صفوف الأمهات المرضعات أيضا، الأم اللي كترضع أيضا ربما كان داك التخوف، يعني واش أنا ممكن كتقول غتنقل العدوى اللي كانت كترضع الإبن ديالها، السيدة اللي هي حاملة كتقول في حال أنه حملات الفيروس واش كيشكل هذا خطر على الجنين ديالها. كانت بعض المعلومات للأسف اللي هي رائجة كتقول باللي فيروس كورونا ممكن أنه يؤدي لتشوهات خلقية لدى الجنين. فاليوم رسالتك أستاذ أحلمي ربما لأي سيد ده حامل او لاي ام مرضعه، شنو الاشياء اللي ممكن انها ترد لها البال حتى فيما يخص النظام الغذائي لانه كيسولوا عليه بزاف؟ نعم، اذا سمحتي لي استاذ عفاف احب ان اعقب على واحد المساله فيما يخص نعم. اصابه الفيروس وعلاقتها بالعمر. نعم، ففعلا احنا في العالم يجب ان نعتمد على دراسات، نعم يجب ان نعتمد على دراسات موثوقه من مصادر موثوقه، ولكن نحن مثلا كمختصين والحمد لله معنا الدكتور المرابط والدكتور الخطيب، فأقول لماذا لا نقوم بمسودة من أجل يعني نقاش، خاصة والكل منا درس كيفية اشتغال الجسم، يعني لما لا وإحنا في النقاش العلمي سوف نتحدث عن الطفل في آخر المطاف أن الطفل لا يصاب، يعني اجتهادنا لن يؤثر بشكل سلبي على الأقل وربما يؤثر بشكل إيجابي في فهم الموضوع. فأنا أقول أن مثلا الآن دابا الكل بدأ الفيروس يقول أن الفيروس له علاقة بالناس أمراض الناس المسنين، الناس اللي عندهم عوامل لي فاكتور دو ريسك وخا عوامل الخطورة وعلاقته بالعمر. إذا به يأتي أن نرى أن بعض الإصابات وطرحت أسئلة في الرأي العام، نعم. لماذا واحد عنده 21 سنة ويصاب؟ الجواب أن شخصي واجتهاد مني وما أكتبه أنا في الأوراق من أجل الاجتهادات، لأننا ننطلق من دراسة الجسم في انتظار خروج بعض الدراسات ديال المختبرات. نحن هنا نتحدث عن العمر الأيدي، لاج ميتابوليك. شنو هو العمر الأيدي؟ العمر الأيدي هو أن نسبة الشيخوخة الآن لا تقاس بالعمر البيولوجي. مثلا شخص في عمره 70 سنة، قد يكون شخص عمره 25 سنة وعمره وخلاياه تشيخ أكبر من الشخص اللي في عمره 70 سنة. هذا ما يسمى بلاج ميتابوليك أو للعمر الأيدي، معناه أن الخلية يعني أضعفتها الجذور الحرة الحرة لفري راديكلز أو للخلايا أو للجذور أو لغادي كوليبر، وأصبحت خلية لشاب عمره 25 سنة تتصرف كأنها خلية في 70 سنة. ولما نتحدث عن الفيروس فهو يقوم بزيارة واقتحام خلية، وبالتالي هي علاقة فيروس خلية، وبالتالي هي علاقة
دخول الفيروس للخلية، ما دمنا نتحدث عن الخلية وخلية تعيش شيخوخة بيولوجية، وبالتالي فهو هذا الإنسان لا يهمنا أن في عمره 25 سنة، ولكن العمر الأيدي هو 70 سنة و80 سنة، والإخوان المختصين يعرفون أن هناك آلات تقيس العمر إذا بغينا نقولوا لاج ميتابوليك، والآن متوفرة في كل بقاع العالم. وبالتالي نستنتج أن الطفل ما دام يحتوي على حوض معادن ويحتوي على حوض فيتامينات ويحتوي على، وخاصة الطفل اللي يعيش في ظروف اللي هي ظروف بين قوسين، ظروف يعني تناسب الصحة، تناسب التغذية الجيدة، تناسب النوم الجيد، تناسب الطاقة الإيجابية من الأبوين، تناسب الأخبار الجيدة، فهو طفل يعني عنده مناعة عالية، مناعة مرتفعة، وكما قال الأستاذ الدكتور المرابط فعلا تتحكم في درجة الالتهابات ودرجة العوامل الالتهابات، منها الليزانتغلوكين بالأنواع ديالهم، منها عوامل الالتهابات. وهنا نتحدث عن باقي الأمراض، ليس فقط نرى الآن دابا الطفل الشاب عمره 25 سنة يعيش ارتفاع الضغط الدموي، نرى طفل الآن طفل في عمره 16 سنة يعيش ضغط دموي، ارتفاع للهايبرتنسيون ارتيريال، هذا الشيء كنا نراه، كنا حتى مرض السكري النوع الأول يعني الأمس القريب كنا نقول أنه يصيب في الأطفال، الآن نرى أشخاص في العمر يعني الكبير يعني في باقي في الشيخوخة أو في الشباب أو لا في العمر بين قوسين عمر الزهور شباب يصاب بهذا المرض هذا. وبالتالي ربما نمط العيش قلب كل الموازين، وأنا أقول ونحن نتحدث ونتناقش في الجلسة المباركة، فلما لا ونحن لن نؤثر بشكل سلبي بقدر ما هو إيجابي، فأنا أرى أن العمر الأيدي هو اللي يعني عنده دور كبير جدا لما نرى علاقة المناعة بالمشكل. فيما يخص المرأة الحامل يجب أن نصحح مسألة أستاذ عفاف، وأن المرأة الحامل والمرأة المرضع ليس المرضع أو المرضعة ليست بمرأة مريضة بقدر ما هي مرأة يجب أن تتخذ احتياطات أساسية، لأن المرأة العادية لا تتخذ الاحتياطات الصحيحة، يعني إذا صح التعبير أن المرأة الحامل يجب أن تقيد نفسها باتباع يعني التعاليم الصحيحة، لأن المرأة العادية بصفة عامة هي لا تتبع المعايير الصحيحة، وخير دليل هو قلة النوم، مشاكل في التغذية، مشاكل في العلاقات الاجتماعية، مشاكل في كل نمط العيش. وبالتالي احنا نداءنا والنصائح المقدمة للمرأة الحامل ما هي إلا تصحيح مسار، ليس لأنها مريضة بقدر ما هو تصحيح مسار من أجل جعلها في المسار الصحيح. نمط التغذية، لما نقول التغذية أقول أستاذ عفاف مثلا والدكاترة الكرام، وهذا الشيء هذا متفق عليه العالم، أن التغذية فالأكل نوعان، أكل تأكله وأكل يأكلك، وآن الأوان أن نصحح هذا المسار هذا. فلما نعيد مسار المرأة الحامل بنمط العيش الجيد، بالنوم الجيد، بالتغذية الصحيحة، تضم أغذية جاءت من التراب، أغذية اللي ما غاديش نحلو احنا معلبات من أجل الأكل ديالها، ويجب أن نكون صارمين فيما يخص النصائح المقدمة، فآن الأوان أن نعود إلى التراب. وخير دليل الدكاترة الكرام يعني راه يكون على 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 علم أن الآن الطبيعة تتحسن، طبقة الأوزون تتحسن، الأزهار أنا شخصيا أرى بعض الأزهار والله لم أرها في السنوات الماضية، يعني في حقلي شخصي أرى بعض الأزهار وأرى واحد سعادة للحيوانات لا تتصور. فعلى سبيل الدعابة أقترح لما لا أن نقوم بشهر الحجر في العالم كله من أجل الأرض، فلما فما بالنا أننا نأكل من الأرض. فالمرأة الحامل يجب أن تأكل من الأرض، يجب أن تشرب ماء جيد، يجب أن يكون محيط أسري. الآن دابا نعيش مفهوم الأسرة الحقيقي، حضور الأب، حضور الأم، حضور الأطفال، حضور الأسرة النووية، فيجب أن نعيش حضور أب، لأن يعني الأب له دعم كبير بالنسبة للجانب النفسي عند المرأة الحامل، التغذية الجيدة، النوم الجيد، العلاقات الاجتماعية والجانب النفسي. فخير دليل هو أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم دعم الكثير من الجانب النفسي عند المرأة الحامل، فما أقوله عن المرأة الحامل أقوله عن المرأة المرضع في كل الجوانب نمط العيش. نعم نعم، وربما الوقت ديالنا شرف على النهاية دياله، يعني فقط في عجلة ربما سؤال أخير غنطرحه على كل واحد منكم. دكتور أحمد الخطيب، طبيب عام، طبيب عراقي مقيم في كندا، من الرابح من فيروس كورونا؟ وتكلم أستاذ أحليمي على الإنسان وتكلم أيضا على البيئة، فمن سينتصر، البيئة، الإنسان، يعني شنو حتى ارتصاماتك ربما دكتور أحمد الخطيب؟ والله إن شاء الله إحنا المنتصرين، إن شاء الله المنتصرين، لأنه
أنا أعطيك مثال بسيط. الكورونا مع كل البيئة السيئة اللي ولدها الكورونا ولد بعض الحالات الإيجابية. الأب نعم قربت علاقته مع أطفاله ببقائه في البيت. الناس صاروا يتعلموا يعملوا كثير شغلات بإيديهم. فإحنا يعني لا، والحالة النفسية اللي ذكرها الدكتور محمد شيء رائع ومهم جدا، إنه واحد يحافظ على حالته النفسية في الوقت هذا شيء مهم جدا. الحلو إنه الإنسان تعرض إلى، يعني مو بس كورونا، تعرض إلى طاعون، تعرض إلى ميرس، تعرض إلى سارس، تعرض إلى كثير من الأوبئة. ودائما بعد التعرض إلى صدمة من هاي الصدمات، إن شاء الله يطلع بنتيجة أحسن وأقوى وأفضل. ولدكتور محمد أنا أعطيه تعليق، أنا أقول له إن التغذية مهمة بالكورونا، بدون الكورونا، بدون يعني التغذية هاي أساس الجسد يعني. فإحنا متفقين وياك 100%، حتى لو ما في بحوث أو كذا معينة في مجال التغذية وعلاقتها بالكورونا بالضبط، ولكن فائدة التغذية 100%. لا، قلت له بدون الكورونا ومع الكورونا إن شاء الله التغذية مهمة جدا. نعم، دكتور إبراهيم المرابط، أخصائي في الجراحة العامة وجراحة العظام وطب الطوارئ بألمانيا، توقعاتك للأيام ربما وللشهور المقبلة فيما يخص فيروس كورونا؟ ان شاء الله بالنسبه لتوقعاتي الشخصيه ديالي بان الفيروس بطبيعه الحال غادي يتراجع، يعني العدد الاصابات غادي يتراجعوا. على الحكومات يعني في كل الدول انهم يرفعوا من لي تيست، لان لي تيست كيلعب واحد الدور بزاف باش نقدروا نحدوا نيفيتيو البؤر كما وقع في المغرب للاسف مؤخرا. هناك بؤر صناعيه لبن مجداد، وهذا للاسف انه كيجي على يعني عدد لي تيست يعني ما كيكونوش كافيين بزاف. المانيا هنا وصلوا اكثر من 3 مليون ديال لي تيست، مي مالوغوزمون يلا هذه شي سيمانه واحد البؤره ديال واحد كان فيها شي 1000 واحد، جو بونس 1000 واحد تقاس مره واحده في واحد المعمل كبير في شتوتغارت لتحت. دونك مالغري كيديروا لي تيست، ما كيهدر لا يمنع انه يقدر يبانوا لك بؤر من فتره الى اخرى. وكنتمنى ان شاء الله انه هذا الوباء هذا ولا نسبة أن إصابة الأشخاص أنه تنخفض. وهنا في ألمانيا ولات 0.7 في المغرب، دابا قربوا ل 1%. إذا حنايا إن شاء الله في المسار الصحيح باش نلقى واحد الآلية، ماشي علاج وإنما آلية للتعامل مع هذا انتشار هذا الوباء هذا. كما قلت لكم يعني العلاج الفعال والطريقة الفعالة النهائية هو أنه إن شاء الله العلماء يوصلوا للقاح فعال ضد هذا الوباء هذا. يعني حتى تما كل واحد خصو يلتزم التدابير ديال أي دولة، كل دولة عندها بطبيعة الحال زاوية الرؤية ديالها كيفاش كتشوف تبديل الحظر الصحي لشهر 5 ولا شهر 6 ولا شهر 7. كيبقى بطبيعة الحال قرار سيادي ديال كل دولة حسب الإمكانيات اللي عندها. والشيء الإيجابي اللي أنا كنشوفه أنه كل الدول انتبهت إلى ضرورة أنه خصهم يهتموا بقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الصناعة، لأن هادو هما الركائز الأساسية اللي كيخليو الدول تحقق الاكتفاء الذاتي ديالها وما تحتاج المساعدات أو لا تحتاج لغيرها. نعم، الأستاذ محمد أحليمي، متخصص في التغذية الصحية والحمية العلاجية، شهر رمضان الكريم كيف سيكون على كورونا يعني على مستوى المغرب؟ شنو إن شاء ارتساماتك؟ الله. نعم، إن شاء الله شهر رمضان سيمر كباقي الأشهر إن شاء الله، بل بالعكس شهر سيجمع الأسر، شهر إن شاء الله سيكون شهر إيجابي على المناعة ديال الإنسان. والكل يعرف أن الصيام هو من أهم شيء فيما يخص جهاز المناعة. فأتمنى وأتمنى إن شاء الله أن هذا الشهر الكريم يكون شهر نهاية للمشكل. كما قال الدكتور الخطيب، فعلا لما الإنسان يتعرض للمشكل يكتسب مناعة من كل النواحي. أتمنى من كل العلوم، وأقول إن شاء الله هو منعرج لكل العلوم من أجل تصحيح المسار ومن أجل ترتيب التقدم ومعايير التقدم. وأنا أذكر الإخوان الكرام، فما دمت أتحدث عن المغرب تحية للمغاربة، الدكتور المرابط تحية للمسلمين ولكل إنسان يقطن في ألمانيا. دكتور الخطيب أوجه لك تحية، وأتمنى، وأنا لست رجل سياسة ولكن إنسان، فأتمنى العراق الحبيبة إن شاء الله أنها إن شاء الله تكون كيف ما بغيتوها أنتم وكيف ما بغيناها إحنا إن شاء الله بإذن الله. وأتمنى للجميع إن شاء الله الخير، وسأبقى متفائل، والتفاؤل بأساس ليس تفاؤل من فراغ، إنما تفاؤل إن شاء الله مبني على التوقعات إن شاء الله. أتمنى أن تكون صحيحة، وأتمنى إن شاء الله أننا نتلاقى إن شاء الله في مواضيع أخرى من أجل نقاش موضوع آخر
اللي هو غادي يكون إن شاء الله من بعد الكورونا التي ستصبح إن شاء الله من الماضي، وأنا أقول إن شاء الله بتضافر الجهود، وأناشد كل المغاربة اللي كيتصنتون والعالم بقوا في ديوركم إلى أن يتم التصريح بشكل مباشر أننا نخرج للحياة، وسنجد الطبيعة في انتظارنا إن شاء الله، والعائلة كلها في انتظارنا إن شاء الله. وربما احنا ملتزمين كباقي المواطنين وكباقي المغاربة بالحجر الصحي، لكن انتم كتأديوا واجب مهني. فاليوم باسم العالم كنقول لكم شكرا جزيلا على رسالتكم النبيلة والإنسانية في مجال الصحة وفي مجال الطب. ضيوفي الكرام والأعزاء، شرفتوني اليوم من خلال برنامج وقاية وعلاج، فشكرا جزيلا لكم على كل المعلومات القيمة اللي قدمتها من أجل تنوير الرأي العام في رسالة واحدة اللي كتجمعنا بطبيعة الحال، وهي التوعية الصحية. احنا كإعلاميين وانتم كأخصائيين، فشكرا جزيلا لكم. مشاهدينا ومتتبعينا، شكرا على حسن المتابعة، ونتلقاو معكم في موعد آخر وإلى فرصة مقبلة بحول الله، دائما من وقاية وعلاج. إلى اللقاء.